في إطار سلسلة قراءة في إصدارات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ميلول، نظم فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022 في فضاء الإنسانيات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير لقاء علميا لتقديم وقراءة في كتابين من تنسيق الأستاذ البشير أبرزاق. الأول يحمل عنوان التراث الثقافي بالجنوب المغربي قضايا ومقاربات، والثاني تحت عنوان التراث الثقافي بالبلدان المغاربية القيم المجتمعية والاستثمار التنموي. تم تنسيق هذا النشاط من طرف الأستاذة لطيفة شراس والأستاذ البشير أبرزاق، وتم التسيير من طرف الأستاذ المهدي الغالي وبمشاركة الأستاذة رتيبة رجلمة، الأستاذ البشير أبرزاق والأستاذ أحمد أموس. كانت حكرا على الدرجة الأولى على المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث. هذا اللقاء المدرج ضمن سلسلة قراءة في إصدارات الذي ينظمه فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث، يأتي من أجل التعريف بالإصدارات التي أصدرها فريق البحث كبنية بحثية داخل المؤسسة، أو التي أصدرها وألفها الأساتذة المنتمون لهذه البنية في إطار تنفيذ البرنامج العلمي لهذه السنة الجامعية 2022-2023. طبعا هذه الأنشطة تدخل في إطار الأنشطة الثقافية العلمية التي ينظمها فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث، تابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير. وقد افتتحنا هذا الموسم بقراءة في إصدارات، وهي أعمال كانت في الأصل ندوات علمية. فالكتاب الأول التراث الثقافي بالجنوب المغربي قربات التاريخية تنسيق أستاذ البشير أبرزاق، في الأصل أعمال ندوة دولية نظمت بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول، وطبعا من منشورة هذه الكلية. ومن هذا المنبر نقدم الشكر والتحية للسيد عميد كلية الآداب كلية اللغات والعلوم الإنسانية كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول أستاذ جيد. العمل الثاني وهو في الأصل مؤتمر دولي التراث الثقافي بالبلدان المغارب القيم المجتمعية والاستثمار التنموي. هذا المؤتمر حظي بمشاركة أكثر من 29 باحث، وقمنا طبعا بالإشراف على هذا العمل والذي نسقه زميلي الأستاذ أبرزاق من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير. من هذا المنبر أحيي وأشكر السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق السي أحمد بالقاضي ونائبيه آنذاك في البحث العلمي، والعميد الحالي من هذا المنبر نهنئه السي محمد الناجي الذي حقيقة أشرف وواكب هذا العمل الذي خرج إلى حيز الوجود. أكيد أن مثل هذه الأعمال حرصنا على أن نترك أثرا، فالعناية بالتراث الثقافي لا يفيد كثيرا إذا اكتفى الأمر بتنظيم أعمال فقط وبعد ذلك الكل ينصرف، أو الاهتمام به في إطار الشعارات أو فولكلور، وإنما يجب أن نستثمر في هذا المجال. من جانبنا أن نترك أثرا لهذا المجال أو هذا العمل، ثم أن نحفز الباحثين والطلبة الاهتمام بهذا المجال ليس فقط لرصده وإنما الاستثمار فيه، فلكي نجعل هذا التراث حيا مستمرا لابد أن نربطه بالتنمية المستدامة، وإلا ستكون الاحتفالات به ظرفية وموسمية وهذا لا يخدم التراث الثقافي، سواء التراث الثقافي المادي أو التراث الثقافي اللامادي. نحن في من جانبنا نعمل دائما على إثارة هذا العمل من خلال ندوات علمية، أنشطة، رحلات علمية، في أفق أن نستمر في هذا المجال إن شاء الله مستقبلا.
يهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالمنتوج العلمي لجامعة ابن زهر وتقديم المقالات المنشورة في الكتابين بغية خلق منصات للتثمين والمحافظة على التراث، حيث تناول هذين المؤلفين عددا من المواضيع منها التراث الثقافي عبر التاريخ والقيم المجتمعية والتراث المادي واللامادي. المتعلقه بالتنميه المحليه والتنميه المستدامه بشكل عام. هذا اللقاء كان مناسبه لقراءه في كتاب التراث الثقافي بالجنوب المغربي قضايا ومقاربات، الذي يتمحور حول ثلاث محاور. المحور الاول هو حول التراث الاثري او التراث المادي، والمحور الثاني حول التراث اللامادي، والمحور الثالث كان حول رهانات استعمال التراث كرهان للتنميه المستدامه. بالنسبه لهذا الكتاب هي كان فرصه، يعني وهذا اللقاء عفوا كان فرصه من اجل التعريف بهذا الكتاب والمشاركات اللي كانت فيه، وكذلك هناك فرصه من اجل انه يكون هناك افاق جديده يعني لاعاده يعني قيام بندوات شبيهه يعني بهذه الندوه السابقه التي كانت في كليه اللغات. مشاركتي ضمن فعاليه هذا الملتقى العلمي تندرج ضمن انفتاح المنتزه الوطني للقروش الصخريه على المحيط خاصه الجامعه، وكان موضوع هذا اللقاء العلمي هو قراءه في بعض الاصدارات التي اصدرها فريق البحث تاريخ الاركيولوجيا ومناطق الجنوب المغربي والساحل والصحراء، وكانت مساهمتي في اطار القراءه لكتاب الذي صدر مؤخرا والذي عقد في ضمن اعمال مؤتمر دولي الذي كان موضوعه هو التراث الثقافي المغاربي. كانت لي قراءة للكتاب، المقالات التي أدرجت ضمن الكتاب طبيعتها وإشكاليات التي طرحتها، وحاولت الوقوف عند بعض نقاط القوة والضعف التي لاحظتها، والخروج في الأخير ببعض الملاحظات والتوصيات التي أدليت بها ضمن هذا اللقاء العلمي.